من المبنى الذي لا يزال يحمل نضوب الحرب الأهلية، وجهت المملكة العربية السعودية رسالتها إلى العالم: لبنان سيبقى أولوية العرب. وهو ما أكده القائم بالأعمال السعودي في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري في ملتقى فنجان قهوة الثالث الذي جمع الإعلاميين اللبنانيين بدعوة من السفارة السعودية في بيروت لبحث موضوع الإعلام المرئي والعيش المشترك. هو يحدد المسؤولية الاجتماعية بين البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الإعلام المرئي للحفاظ على العيش المشترك كأحد أهم مخرجات اتفاق الطائف. بالآخر، كان في حظر من المملكة العربية السعودية على المواطنين السعوديين من زيارة لبنان، هل هذا الحظر إلى زوال؟ هو لا يوجد حظر حقيقة، هو تحذير من السفر لاعتبارات كانت أمنية وبعض الأحداث التي حصلت في السابق. هناك طلب رسمي من الحكومة اللبنانية من خلال السفير اللبناني بالرياض، تقدم الحكومة إلى المملكة العربية السعودية بإعادة النظر في آلية التحذير. تلقينا المبادرة من سعادة قائم بالأعمال، ولكن نحن عازمون في بيروت المجلس البلدي وأنا على المبادرة بصناعة وصياغة برنامج دائم للحوار الوطني في هذا المكان. المتاريس التي فرقت اللبنانيين جمعت قسما منهم على فنجان قهوة، قهوة وهال لإعادة العلاقات اللبنانية السعودية إلى ما كانت عليه. عم بتفوت أكثر نسيج المجتمع، لأنه صراحة في معلمتنا الانتخابات الأخيرة أنه الخطاب السياسي الجاف ما عادش يمشي. الناس بدها شيء جديد، بدها انك ترجع ترجعيها على طبيعتها بعد 13 سنه صعبين مرقوا فيهم من 2005 2018. وزير الاعلام ملحم رياشي الذي رعى اللقاء اكد ان اتفاقيه الطائف التي ارتضاها اللبنانيون هي التي تحفظ العيش المشترك، الا ان هذا العيش المشترك لا يمنع من جهه اخرى تمسك القوات اللبنانيه بحقها في الحكومه المنتظره. نحن قلنا لازم نقوله بهالموضوع وحطينا سر اللعبه مع الرئيس المكلف وعند الرئيس عون أيضا الحكيم قال آخر مرة. طبعا الرئيس عون على رأسنا وكل شيء، بس الرئيس المكلف هو اللي عم بيشكل بالتعاون مع رئيس الجمهورية، نتمنى أنه يسهلوا له مهمته إلى أقصى الحدود. شو المستجدات يعني بعدنا راوح مكانك؟ بعد أنا لعلمي ما في شيء جديد هلأ بالساعات اللي عم نحكي فيها. يفترض أنه يقعد اللي عرفناه، يعني عم بحكيك كمراقب، أنه يقعد الوزير باسيل مع الرئيس المكلف ويبنى على الشيء مقتضاه، لأنه وكأنه الوزير باسيل طبعا بيمثل مصالح تيار الوطني الحر، وبتصور كمان حيمثل مصالح رئيس الجمهورية بالاجتماع. عم نحكى بمعيار تحديد المعيار لتأليف الحكومة، شو المعيار يلي القوات بدها اياه؟ اي معيار بحطوه بس يتفقوا على معيار واحد نحن جاهزين نتفاعل معه. لا مش محددين حقيبة معينة، بس الحقائب اللي هي من حصة المسيحيين، الحقائب اللي من حصة المسيحيين طالعة نحن بدنا حقيبة منها، وهذا حقنا بتصور، حقنا باتفاق مع راب. هو فنجان قهوة، قهوة تشابه فيها الوطن العربي باللذة والمرارة، المرارة في البحث عن العيش المشترك. جوال الحاج موسى، قناة الجديد.